ننتقل إلى جو التكريمات ونطلب من الأستاذ مدير الجامعة ومدير المسرح البقاء على المنصة لتسليم الشهادات. فليتفضل الأستاذ الأديب الصحفي أحمد الشنيقي لاستلام شهادته يسلمها لك مدير الجامعة ومدير المسرح. والآن فليتفضل المخرج المسرحي عبد الوهاب بحمام لنيل شهادته. فليتفضل ممثلي قسم اللغة الإنجليزية الطالب محمد بعلي والطالبة إناس زيوي للاستلام شهادتهم. فليتفضل المشكور. فليتفضل نادي القسم اللغة الإنجليزية. فليتفضل نادي التصميم الجيروغرافي نادي الفنون البصرية الجامعي كرياتيفا لحصوله على المرتبة الثالثة. فلتتفضل الطالبة رحمة قاسمي. فليتفضل الفائز الحاصل على المرتبة الثانية آدم العماري لاستلام جائزة. Thank you.
رئيسة جمعية الكوكب الأزرق سعود للمنصة. الآن لتسليم شهادة أسامة إبراهيمي، يستلمها نائب عنه. الحسن على المرتبة. تقدم الطالبة ريان رزق الله لاستلام شهادتها منشطة بهذا النشاط. والآن فلتتقدم زميلتي الموهبة الرائعة آية مسعدية التي قامت بتنشيط هذا الحفل، وطبعا تحت تصفيقاتكم. والآن نختتم هذا الحفل، وشكراً